إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ما بعد، عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله عن خلق من أخلاق الإسلام، خلق عظيم من أخلاق الإسلام، أو هو خلق الإحسان. خلق الإحسان عباد الله هو خلق قد ضاع بين المسلمين للأسف، حتى أصبح غريبا في أرض الإسلام، فنادرا ما تجد مسلما ينفذه ويلتزم به، بل أصبح الملتزمون بهذا الخلق قلة، وأغلبهم مع الأسف ليس من المتدينين. خلق أجاده الغرب ونجح فيه وقد فشلنا نحن. إنه الإحسان عباد الله بكل بساطة هو الإتقان. أراك قد تتعجب إن قلت أن الإتقان خلق. نعم، إنه من صميم أخلاق الإسلام. إتقان الأعمال، إتقان العبادات، إتقان المعاملة، إتقان الكلام، كل هذا من أخلاق الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ألا تحب أن يحبك الله؟ فأتقن عملك، أحسن يحبك الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز آمرا عباده بالإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أخي المسلم، إذا أردت أن يحبك الله فعليك بالإحسان. قال المولى عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخي المسلم، إذا أردت أن تنالك رحمة الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال في آية أخرى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عز من قائل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيها الناس، أيها المسلمون، إذا أردتم أن تكونوا في معية الله سبحانه وتعالى فعليكم بالإحسان. يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول في آية أخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عباد الله، إن هذه الآيات التي قرأناها أكيد أنها أثرت في القلوب تأثيرا كبيرا، لأنها قلوب طاهرة مؤمنة نقية موصولة بربها. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل من المعقول عباد الله أن يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن في الذبح ولا نحسن في الحياة؟ عباد الله، الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا بالتخلق بهذا الخلق، خلق الإحسان، بدأ بنفسه. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. يقول الله تعالى في وصف السماء: وزيناها للناظرين. ويقول أيضا: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن الله جميل يحب الجمال، تبارك الله الخلاق العظيم، سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. عباد الله، يقول المولى سبحانه وتعالى منبها عباده: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول أيضا: وصوركم فأحسن صوركم. أيها المسلم، انظر
إلى جسدك، انظر إلى وجهك، انظر إلى مكان العينين، انظر إلى مكان اللسان، انظر إلى مكان الأنف، وقل الحمد لله الذي أحسن خلقتنا. مجالات عديدة عباد الله مطالبون نحن فيها أن نكون من المحسنين، مطالبون أولا أن نكون محسنين في العبادة. فيكفينا حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها المسلم، هل تستطيع فعل ذلك وأنت تصلي؟ تستشعر أن الله يراك؟ الله يسمعنا، الله يرانا، الله مطلع علينا. واجب كذلك أن نحسن أو أن نكون محسنين مع والدينا. يقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: أتبتغي الأجر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وبالوالدين إحسانا. واجب كذلك أن نحسن إلى أولادنا وبناتنا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من رجل تدرك له بنتان أو أختان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. لكن ألم تلاحظ معي هذه الكلمة؟ فيحسن إليهما. النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة بنته لا تدخل عليه إلا ويقوم لها ويقبلها في رأسها. فكم من الآباء اليوم يفعل ذلك عباد الله. وحينما تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه، سكنوا بعيدا عن بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أحد الصحابة الذي كان يمتلك بيتا بجوار المصطفى، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيق فراق فاطمة، فهل اشتريت منك البيت؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أنا وبيت في سبيل الله. عباد الله، كذلك علينا أن نحسن في الكلام ونحسن في التحية. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الإحسان في الكلام عباد الله، يقول فيه الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ومن نماذج الإحسان في الكلام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، عباد الله، تحدثنا عن الإحسان في العبادة، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى البنات، الإحسان في التحية، الإحسان في الكلام. دعونا نتحدث عن الإحسان في المهنة. إن ولجنا هذا الموضوع سنتحدث حديثا كما يقال عنه: حدث ولا حرج. فأين الأمة من الإحسان في المهنة؟ أين الأمة من الإحسان في المهنة؟ للأسف الشديد أصبحنا أيها الإخوة الأفاضل في ذيل الترتيب بين الأمم. فأصبحت أمتنا تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تنسج، بل حتى تستورد دواءها وسلاحها من أعدائها.
بودي أن أطرح عليكم في هذه الخطبة إن شاء الله رسالة تاريخية في زمن الأندلس عندما كان المسلمون في أوج العطاء وأوج القوة، رسالة أرسلت من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس، بعث له رسالة، فيا ترى ما في تلك الرسالة؟ قال: إلى صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام. وبعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم، أي في بلاد المسلمين العامرة، فأردنا لأبنائنا أي أبناء أوروبا أن نقتبس اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من أربعة أركان. ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز تتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحدب من اللوات سيتوافرون على تعليمهن. ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج ملك إنجلترا. عباد الله، هكذا كان المسلمون في قوتهم عندما كانوا محسنين في أعمالهم. عباد الله، إن الإحسان يتعدى إلى أمور أكثر من ذلك، فكما أمرنا الله عز وجل أن نكون محسنين في عباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، أمرنا أن نكون محسنين حتى في الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خروجه في غزوة مؤتة قال للصحابة: انطلقوا بسم الله على ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا رضيعا، لا تهدموا بناء، لا تحرقوا شجرة، لا تقطعوا نخلا، وأحسنوا. إلى ما نهيت عباد الله؟ عجيب خلق الإحسان هذا، دخل معنا في كل مكان، بل إلى أماكن لم نتخيل أن يكون له علاقة بها، وأصبح لدينا قناعة بأن كل حياتنا تحتاج إلى الإحسان. يقول ابن القيم عن خلق الإحسان: هو لب الإيمان وروح الإيمان وكمال الإيمان، ولو جمعنا فضائل الأعمال كلها في من صلاة وذكر وصيام لدخلت تحت الإحسان. في الأخير نقول عباد الله، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام موصيا أمته، يقول: لا تكونوا إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. عباد الله، أيها الأخ الكريم، احذر الآن، أنت مرآة للإسلام، لقد أصبحت الآن منبرا متحركا يمشي أمام الناس، فإياك أن تفضح الإسلام والمسلمين بسوء الأخلاق، فأنت الآن أصبحت مرآة للإسلام، فتخلق بخلق الإحسان. ماذا فعلت أو إذا فعلت ذلك سيرتفع شأن الإسلام والمسلمين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. برحمتك اللهم تباركت وتعاليت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا رب العالمين استر عنا عيوبنا، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك يا جبار السماوات والأرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم عافنا من الأرض
الأمراض، اللهم عافنا من الأسقام، اللهم فرج على البشرية جمعاء يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.